كل يا حبيبي. ماليش نفس. مش كده يا منصور؟ بقالك كام يوم ازاي عوايدك؟ قلت لك عاوز اشوفهم. بقى قاعد اكلك وافسحك، وبعد كل الكلام اللي قلته لك على امك اللي سابتك ورميتك ولا سالتش عنك، راجع تاني وتقول لي عايز اشوف امي؟ حاضر يا سيدي، بلاش شغل وهوديك لامك. يلا بينا. انت زعلت يابا، حقك عليا. خلاص مش عاوز اشوف امي. او كده الرجليه يا منصور، وحياتك لا خليك معلم قد الدنيا. كل بقى، كل يا معلم منصور. انا ليا طلب عند وردتي. انت تأمر. طوعني قلبي، ما طوعنيش لساني. واذا ترجيتك؟ رقتك دي هي اللي اسراني. وبعدين بقى يا دكتور؟ امينه، جاء الوقت اللي اطلب منك فيه انك تتحملي معايا مسؤوليه جديده، مسؤوليه البيت، بيتنا. كان يسعدني يا دكتور، بس انت عارف لازم ادور على منصور واشوف مستقبله. منصور هيكون ابني زي ما هو ابنك، هيتربى معانا، لاني واثق ان سعادتنا مش هتكمل الا بوجوده. بس لما الاقيه الاول. هنلاقيه باذن الله. ها قلتي ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا. حلو خالص حبيبي. وانت مالكش دعوه يا خواجه، انا هسلمه لك في الكبير. بس لو مسكت البوليس وانت داخل جوه وابور بحر. ما تخافش يا خواجه، عيب، دي مش اول تهريبه. ايدك على الفلوس. انا يسلم في وابور، انا يدفع برادس. برادس؟ ايوه فلوس منت. برادس. ماشي كلامك يا خواجه. وهتقوم امتى المركب؟ بعد بكره الظهر. اهو ده بقى اللي هيسلموه لك على المركب. ولد بيبي ده يمسكه بوليس يا حبيبي، وده غالي كتير. لا يا خواجه، ده مش يمسك بوليس، ده يمسك مليون جنيه كمان. ويمسك برادس ولد بيبي. يمسك برادس وفلوس وكل حاجه. ده المعلم منصور يا خواجه.